السلام عليكم شباب، جبت لكم برنامج تصوير اسمه سكرين ريك. هذا البرنامج طبعا احلى برنامج البرامج اللي انا بستخدمها. شيت الله والله سكرين ريك، والله ما بستخدمه، بس راح يصير اصور عنه معكم واصير واصور هذه اللعبه. هذه خايسه اخيس لعبه، اني انا اصور عن هذه اللعبه الخايسه. خليني بس احط هون كراش رويال. لا دقيقة، الا ورا كراش رويال. طبعا يا شباب لعبة ماينكرافت. لا مو هذه، ما عندي حساب، عندي هذه العب هذه كل يوم. لكن شباب بكم العب ماينكرافت يا هذه اللعبة الخايسة يا لا هذا ما تشتغل مع لابتوب ضعيف لحتى هاي. اوكي شباب، بس عندكم العب هالالعاب، ومع السلامة يا رب. بس